اسباب الحريق ما عرفناهاش، اسباب الحريق ما عرفناهاش، غير الوقت اللي كان الدخان خارج من المحل كان تدخل سريع ديال الجهاز الامني. هذا هو اللي ثار الانتباه ديالي وعجبني الحال بزاف، لان ما كاين واحد الظرف وجيز، ظرف وجيز جدا، لا وقايه. الجهاز الامني سبق في البلاصه، القوى المساعده، الامن، الدائره المختصه، اعوان السلطه، كل شيء كان حاضر، كل شيء كان حاضر، واستغلبوا على هذا، غلبوا على هذا الحريق. كما كتشوفوا ما اي راه مازالين دابا لا ويني، ما كاين ضحايا، ما كاين خسائر جسميه، ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تخوف المواطن ولا شي حاجه، ما كاين لا هلع لا فوضى لا حتى شي حاجه. الامور سيطروا عليها الناس المكلفين بهذا القطاع هذا بجميع الفعاليات كما شرت وصرحت لكم بها. الخبر ديال لا احنا واقفين امام، احنا يا راه عندنا غير 3 متر مع حدا المحل ديالنا امام الفندق، عندنا 3 متر وما كاينش اكثر من 3 4 متر. حنا فاش بان داك الدخان وهذا حنا جينا حتى حنا بحال نشوفوا اشنو كاين، غير كان تدخل سريع ديال الناس. شكرا لكم خويا.